بداية طبعا هو الأجمل حاجة في القراية ان انت تروح العالم انت ما شفتوش قبل كده. تقديم العالم اللي انت عايش فيه بطريقة مختلفة طبعا جميل، ولكن الزمن قدام او ورا بيبقى دايما ليه رونق وقصة تانية خالص مع الناس. لما بنقرا حاجة حصلت في أزمنة احنا ما شفناهاش بتبقى فاسينيتنج جدا جدا. اتنين، ان ساعات احنا بنحتاج نبعد عن الزمن بتاعنا بشكل كافي ان احنا نعيش ظروف تانية في حيوات تانية اخرى، فده بيدينا الجرعة الأساسية للفن وهي المتعة. اوكي، فده من الافلام التاريخيه لو اتعملت بشكل سليم بتبقى هي اكتر حاجه بتاثر جدا مع ناس احنا نقابل ناس عمرنا ما هنقابلهم. فده كان مثير جدا بالنسبه لي. اتنين، لان ظروف البلد في اللحظه دي 1919 عمرها ما هتتكرر تاني. يعني احنا النهارده كنا في بلد محتل من اكبر دوله في العالم انجلترا وقتها لمده 72 سنه، ما كانش فيه جيش، كان فيه مقاومه مصريه من الشعب ضد جيش ضخم جدا. فده حاجه قد ايه احنا مفتقدين ان احنا نشوفها في افلامنا، مش موجوده في السينما المصريه بشكل كافي. البروسيس بتاع السيرش بيمتد من شهرين لست شهور، بس انا ببتدي مش وانا مخلص الريسيرش كله، لان دي لحظه لو انتظرتها مش هخلصها. انا ببتدي لما احس ان انا شفت العالم اللي انا هشتغل عليه، ذن بيفضل الريسيرش شغال وبفضل اتاكد من كل ادواتي لغايه ما بسلم الروايه للمطبعه او بسلم الفيلم للتنفيذ. رساله اليوث هو انه انتوا كل يوم بتهدروا الذهب اللي تملكوه، تهدر الطعام. كل ما بنكبر بنبتدي نلتفت وناخد بالنا، ليه ناخد بالنا متاخر؟ ما ناخد بالنا بدري فنكسر الثروه دي كلها. عندك طاقه وتايم، انت ممكن تكسر جبل. فتايم